أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات لايف ستوري. القصة ديال اليوم واعرة وزوينة ديال بصح، داكشي علاش بغيت نقول لك ما تنساش انك دير لايك سبسكرايب وخلي كومونتير كتوصف فيه الرأي ديالك بخصوص الحلقة ديال اليوم. وانت ولي انتي اللي كتشوف هاد لا فيديو، بغيتك تحبس اي حاجة كديرها اون باغاريل وانت كتشوف فيها دابا باش تكونسونطرا مزيان مع القصة ديال اليوم، حيت فيها احداث اللي مشوقة واكثر من رائعة. باش ما نطولش عليكم وندخلوا ديريكت في السرد ديال القصة ديال اليوم. مشينا. القصة ديال اليوم كتحكي على واحد السيد اللي سميتو سي سليمان. سي سليمان واحد من الرجال ديال مدينة أكادير اللي معروف بالطيبوبة ديالو وبالحب ديالو للجميع، واحد من الناس اللي كيدور مع الوقت، يعني فين ما كانت الوقت كيدور معاها باش يوفر واحد اللقمة عيش للعائلة ديالو. كيخدم بناي، كيخدم عساس، المهم كيخدم أي خدمة باش يجيب واحد القوت ديال الرزق لوليدات ديالو. سي سليمان غادي تتاح ليه واحد الفرصة ديال العمل، وهاد الفرصة ديال العمل ماشي بحال الفرص الأولى اللي كان كيخدم فيهم، هاد المرة بالخارج من أكادير على بعد 5 كيلومتر من مدينة أكادير في واحد الفيرما دي الناس ديولا كيمشيو كيسافرو على برا. هاد المرة غادي نسافرو 3 شهور وغادي نكلفو سي سليمان باش يدير جوج ديال الخدمات في هاديك الفيرما. غادي يخدم أولا عساس طيلة ديك المدة ديال 3 شهور اللي مسافرين فيها دوك العائلة على برا، يعني بين ما جاو غادي يبقى سي سليمان عاس ليهم على الفيرما ديالهم. وتاني حاجة بحكم انه كان بناي ماهر ومحترف في البناء كيف قلت لكم في الاول، غادي نكلفو بواحد الورشة عمل، يعني ورشة بناء، باش يريب ليهم واحد الصور اللي كتواجد بهذيك الفيرما ويبني ليهم بعض الاشياء اللي هما كلفوه بها. سي سليمان هاد المرة ما غادي يشوف ولادو غير مرة في السيمانة، ولكن الظروف القاهرة اللي كان كيعيش سي سليمان كانت كتحتم عليه انه ما عندوش بديل من غير انه يخدم، واخا غير مره في السيمانه يشوف فيها وليداتو، ولكن على الاقل يكون وجد ليهم الماكله اللي غادي ياكلوا والعيش الكريم اللي كيستحقوه. التحق سي سليمان بالفيرما اللي دويت لكم عليها ودى الحويجات ديالو، وفي الساك ديالو كيتواجد قران. واللي ما قلتش لكم في الاول هو ان سي سليمان كيتعتبر من الرجال المتشبثين بالدين، وهادشي اللي توارثو على الاب ديالو اللي كان امام باحدى المساجد في مدينه أكادير. توارث منه الدين، توارث منه الطيبوبة، توارث منه الحب للجميع إلى آخره، ودو من السمات الزوينين اللي كانوا في سي سليمان. التحق سي سليمان كيف قلت لكم في الأول بالفيرما، حط الحويجات ديالو يعني لا أساس يرتاح، ويبدأ يقاد الأمور البسيطة بعد في الفيرما باش من موراها يبدأ ورشة البناء اللي كلفوه بها. فاش دخل سي سليمان الفيرما كيلقى واحد المشيشة كاينة تماك، وفرح سي سليمان بأن غادي تكون هي أنيسة الوحدة ديالو فهاد المدة كاملة ديال 3 شهور، حيت كيف ما قلت لكم في الأول الفيرما كتبتعد على الناس وكاينة غير بوحدها اللي كاينة في الخرجة ديال أكادير، وفي ديك المنطقة اللي كاينة كاينة غير ديك الفيرما بوحدها، ما كاين لا جيران لا والو. يعني لحد الآن راكم وليتو عارفين شكون كاين في الفيرما، كاين سي سليمان وكاين المعدات ديالو وكاين القطيطة اللي دوينا عليها دابا. قاد سي سليمان البروغرام ديالو، داكشي كامل اللي ممكن أنه يديرو. سي سليمان كانوا عنده طقوس اللي كيديرهم في النهار، منها قراءة القرآن ومنها التأمل ومنها بزاف ديال الحوايج اللي كتقرب بهم الله سبحانه وتعالى. سي سليمان شاف أن عنده مدة طويلة باش يقدر أنه يقاد ديك الورشة، يعني عنده الوقت بزاف يخدم داكشي بشوية بشوية عليه ويقدر يساليه قبل ما يجي، واخا ممكن أنه يخدمه غير بشوية عنده الوقت الكافي باش يقدر يساليه. وقال بما أن نحنا كنتواجدو في فصل الصيف، يعني بالنهار غادي نخصو غير الأمور البسيطة، وبالليل غادي نقوم بورشة البناء، واللي قدرت عليه نديرها واللي ما قدرتش عليه نخليها حتى نديرها من بعد، فقط ما نرهقش راسي حيت عندي الوقت. وثاني حاجة بالليل راه ما كيكونش صهد وكيكون محرك شوية ديال البرد، يعني ما غاديش تجيني ديك الحرارة وانا كنقوم في ورشة البناء. سي سليمان في كل ليلة كيف ما كان متعود في المنزل ديالو كيقرا جوج ديال الاحزاب، واللي نسيت ما قلتش لكم هو ان سي سليمان عنده واحد الصوت اللي هو رنان في قراءة القرآن، يعني دائما في كل ليلة كيقرا جوج ديال الاحزاب وكيقراهم بالترتيل وبالصوت ديالو الرنان الرائع والجميل، كيخلي ان الناس اللي دايرين به يستمتعوا معاه وهو كيقرا في هذاك القرآن. ولكن كيف قلت لكم دابا هو كاين في الفيرما وكاين غير بوحدو، شكون في نظرك ما يقدر يستمتع معاه؟ القطة، حيت كاينة غير بوحدها معاه، دونك هو غادي يستمتع، حيت كيدير شي حاجة اللي كيبغيها واللي مولفة واللي مولات من الطقوس ديال الحياة
ديالو. خدا السي سليمان المصحف ديالو وبدا كيقرا جوج ديال الاحزاب الخاصين بديك الليله. من مور ايام مشى السي سليمان للدار توحش الوليدات ديالو، مشى باش يشوفهم ويضحك معاهم ويلعب معاهم. كانت خاصه ان عنده واحد البنيه اللي هي صغيره وكانت محتاجه للحنان ديال الاب، دونك كان كياخذ واحد شويه ديال الوقيته من ديك الفيرما وكيمشي باش يلعب معاها ويضحك معاها باش ما يخليهاش تحس بداك الفراغ ديال الاب وما تحسش بانه راه بعيد عليها. كيرجع السي سليمان مع الوقيته ديال المغرب فداك النهار اللي كياخذ من السي باش يبدا الورشه ديال البناء ديالو اللي قرر يبداها من مور اسبوع. بريبار كل شيء ووجد كل شيء وقاد المعدات كامله اللي كانت خاصه وقال باللي غدا ان شاء الله غادي نبدا في الورشه ديال البناء. صباح الصباح وبدا كيقاد الامور البسيطه اللي تعود انه يقادهم في هذيك الفيرما. وبالليل من مور ما ادى المغرب صلى المغرب لبس الحوايج ديال الخدمه ديال الورشه ديال البناء اللي مولف كيلبسهم باش يبدا الورشه ديال العمل. تخسي سليمان كيهرس في السور الاول اللي خصو يحيدو اللي كلفو باش انه يحيدو، كيهرس فيه بشويه بشويه وغدا الامور كامله مزيان. سال السي سليمان الجزء اللي كان خصو يدير هذاك النهار، من مور ما سالها مشى غسل ولبس حوايجو العاديه اللي مولف كيلبسهم ومشى باش يقرا القران كيف ما مولف ديما. جوج ديال الاحزاب راكم وليتو عارفينها بالصوت الرنان ديالو اللي وليتو حتى هو عارفينه ديما. من مور ما كيسالي القران كينعس، كون كيتصنتي لديك القران القطيطه اللي دائما عود انه يجلس حداه اللي هي الانسه ديال الوحده ديالو طيله المده اللي غادي يجلس فيها في هذيك الفيرما. صباح الصباح قاد الامور ديالو كيف هما اللي في قادهم في النهار وغادي يجي الليل عاوتاني باش يكمل التهراس ديال الصور اللي كان بدا فيه البارح. هنا غادي توقع واحد الحاجه اللي في شكل واللي هي غادي تدخل الشك للسي سليمان، غادي يلقى ان النص ديال الصور كامل طايح ومهرس كانه هرسو واخا هو حيد منه غير واحد الجزء اللي هو صغير وما قاش الاخر. هنا السي سليمان مع التشبث ديالو بالدين وما كيامنش بزاف ديال الحوايج للارواح الشريره الى اخره، غادي يقول بان غير هذاك الحيط مع راشي من مور البارح ما بقاش كندير في داك لي فور وكنهرس فيه، هذيك لابارتي حتى هي كامله راها طاحت. شي حاجه اللي عاديه ماشي شي حاجه اللي في شكل ولا شي حاجه اللي ممكن تخلينا اننا نتساءلوا. ربما يقدر يكون السي سليمان قال هذا الكلام هذا غير باش يصبر راسو حيت هو في واحد البلاصه اللي هو بوحدو وما يزيدش يترعب. الامور غاده مزيان ولكن الحاجه اللي كتوقع في شكل في هذه القصه كامله هو ان لاطاش اللي كيدير السي سليمان المردوديه ديالها كتكون كبر منها. عارف باللي ما فهمتوش هذه الجمله هذه ولكن نعطيكم مثال قريب باش انكم تفهموها. يعني السي سليمان بحال اللي كيضرب جوج ديال الضربات بالمطرقه تهرس النص ديال الصور، هذه واحد الحاجه اللي غريبه وهذه هي الغرابه فيها اللي قلت لكم دابا. يعني باقل مجهود سي سليمان كيلقى المردوديه ديال النتيجه ديال داكشي اللي خصو يدير كبر من داك المجهود اللي قام به. هادو من بين الامور اللي غادي يخليو سي سليمان انه يشك في هادشي كامل اللي كيوقع، ولكن التشبث ديالو بالدين كيف قلت لكم في الاول كيخليه ما امكن ينسى هاد الاحداث كامله وكينسبها لواحد الحاجه اللي وقعات اللي هي امر عادي وعلاش وقعات وكيحاول انه يلقى لها طريق رغم ان داكشي كان كيبان غريب جدا ماشي بصح. مشات ليام وجات ليام وكلشي غادي مزيان. سي سليمان كيمشي مره يشوف العائله ديالو وكيرجع باش يكمل هذوك لي طاش اللي خلاو ليه دوك الناس باش انه يقوم فيهم في ورشه العمل يعني ورشه البناء، وعاس ايضا على الفيرما اللي كيعيش فيها واللي كيسكن فيها في هذيك المده اللي مشاو فيها هذوك الناس. الورش ديال البناء غادي دقه دقه وكيف قلت لكم في الاول مازال دوك الاشياء الغريبه كتوقع. حتى لواحد النهار سي سليمان غادي يبدا في الورش ديال البناء يعني باش يبني هذوك لي بارتي اللي كانوا كلفوا بهم هذوك الناس. يعني سال التهراس ديال داك الصور دابا غادي يقرر باش انه يبني هذوك العيبات اللي كلفوه بهم، ولكن عنده واحد المشكل اللي صعيب انه يديرو بوحدو هو واحد البرميل تماك خصو يعمرو بالماء ويبقى قريب ليه في ورشه البناء. الناس البنايه راه عارفين هاد القضيه هادي، يعني كيديروا واحد البرميل كيديروا فيه الماء ويبقى قريب ليهم هو باش كيخلطوا البغلي باش كيديروا بزاف ديال الحوايج باش كيغسلوا البلاط باش ماشي كل مره يبقاو غاديين للروبيني الى اخره. هذاك البرميل كبير والمسافه ديال الروبيني بعيده بزاف. الناس سليمان غادي يبدا يخمم قال كيفاش غادي نعمر هذاك البرميل وكيفاش غادي نقدر نهزو، غادي نعمر على الاقل النص وغادي نجي ونبقى نمشي ندي سطول نعمر ونجيب ليه حتى نساليه. غادي نوض باش يهز هذاك البرميل اللي كان اصلا في الورشه ديال البناء، وهنا غادي توقع واحد الحاجه اللي هي غادي تخلي السي سليمان بدا كيدخلو الشك ماشي غير شويه ولكن حتى ل 90%. البرميل اللي غادي يمشي ياخذ السي سليمان باش يعمرو بالماء لقاه عامر، وهذا الحدث هو اللي غادي يخلي سي سليمان شاك في بلاصتو. حاول انه سي سليمان يتغاب على الامر وما يردش ليه البال وما يعمرش به راسو، وكيقول مهما انني حامل القران وكنقرا دائما القران وكنصلي مواظب على هادشي كامل يعني ما يمكنش شي حاجه اللي تقيسني، واخا ممكن انها تكون شي ارواح شريره هنا ما يمكنش انها تقيسني. سي سليمان من مور مسال الورش ديال البناء ديالو عارف ان كيبقى داك الردم وداك التراب تماك، دونك واحد الفياج ديال التراب قال هذا هو اللي غادي ياخذ ليه هاد المده كامله يعني الاسابيع كامله. أنا
غنحيد بشويه بشويه، ما غنجي فين سالي حتى غتكون رجعت ديك العائله، بقاو الورش ديال البني كامل، فيلا محضيه وكل شيء مقاد، وغادي نجيبها معاهم في الوقت. سي سليمان كيف قلت لكم في الاول كيوقعوا لي شي حوايج اليوم غريبين، ومن بين الحوايج الغريبين هاد الحاجه اللي غادي توقع دابا. يعني سي سليمان كيهز داك التراب في واحد البانيو ولا واحد السطل وكيخرجو لبرا، يعني هذاك التراب راه باين انه كثير، ولكن الغريب في القصه ديال اليوم هو ان 6 سطوله بالحساب اللي غادي يخرج سي سليمان غادي يرجع المره الاخرى ما غادي يلقى حتى شي حبه في هذاك التراب. تما كعرف سي سليمان ان كاينه شي حاجه اللي كتعاونو، اشنا هي الله اعلم. سي سليمان بقات قدامه هذوك الاسابيع كامله اللي غادي يبقى في هذيك المده كامله بالمجد ديك العائله، دونك قال ما كاين ما يدار في هذا الفيلم، وانا ساليت كل شيء موقع عندي ما يدار، مره غنمشي نشوف الوليدات، وبالليل راه نبقى نجي هنايا ندير الذكر ندير القران وندير التامل قيام الليل، المهم نخصصها بحال راني في خلوه تقرب الله سبحانه وتعالى. وما كاين سي سليمان بوحدو، شكون كاين معاه في الفيرما؟ القطيطه. راكم مازال عاقلين ومتبعين معنا القصه ديال اليوم. رجع سي سليمان مع الوقيشه ديال المغرب، صلى صلاه ديال المغرب، جلس كيدير الذكر بين وصلات الصلاه ديال العشاء، وصلات الصلاه ديال العشاء صلى سي سليمان الصلاه ديال العشاء، وحاول ياخذ المصحف ديالو ويقرا القران، شكون بالجانب ديالو؟ القطيطه المعلومه اللي كتكون دائما. سي سليمان من مور مسألة قراءة القرآن، وهذه المرة غادي يختم 60 حيز كاملة، يعني في المدة كاملة اللي كان وصلت لوقيته باش أنه يختم القرآن، حاول يدير واحد شوية ديال الدعاء ويدور عند هذيك المشيشة غير فقط المزاح، ويقول لها واش أنت مازال ما نعستيش؟ فهنا فين غادي توقع الكارثة؟ غادي تجاوبو وغادي تقول لي واش كاين شي واحد يسمع الصوت ديال القرآن ديالك وينعس؟ أنا راه كنتمتعو بزاف. دار يعني في واحد الدهشة، ما قدر أنه يجاوب، ما قدر أنه يسكت، حاول أنه يتلعتم، يعني الكلمات اللي كتخرج من فمه هي من العتمه، حاولت ان تفرز ديك القطيطه كلمه من الكلمات اللي قال، يعني واش تكلمتي؟ يعني بحال بغى يوضح لها واش انت اللي تكلمتي دابا؟ قالت لي انا اللي تكلمت. قال لي ما فهمت والو. قالت لي حنا في هاد الدار ولا في هاد الفيرما راه كنا من شحال هادي وفرحنا بزاف فاش جيتي عندنا في الاول، يعني حسينا بك انك انسان متدين، وحنا راه من الجن وحنا متدينين وبخير، وعاجبنا الحال انك انت معنا، وخاصه الصوت الرنان ديالك اللي عجبنا لدرجه فاش كتكون كتقرا في القران كنكون انا والعائله ديالي جالسين صف واحد باش نتصنتوا للصوت الرنان ديالك. سي سليمان عجبو الحال، وبالايمان ديالو القوي حاول انه ما يتخلعش من هادشي كامل وبقى معاه في حوار. وهنا قالت ليه واش ما رديتي البال حتى شي حاجه؟ غادي يجاوب سي سليمان غيقول لها رديت البال بزاف ديال الحوايج ولكن ما كنتش مدخلهم لراسي. بدات كتضحك ديك القطيطه، قالت لي علاش رديتي البال؟ قال لها رديت البال لهداك العمل اللي كنت كندير باقل مجهود كانت النتيجه ديالو كتكون كثيره. قالت لي وعرفتي شكون كان كيديرو؟ قال لها الصراحه لا، ولكن كنظن بان الله سبحانه وتعالى هو اللي كان مخلي العقل ديالي ما يحش بهذاك المجهود كامل، رغم انني كنت كنضرب مجهود لي وكثير، ولكن الله سبحانه وتعالى كان كيبين لي بانه قصير باش ما نحش بهذاك الضغط الى اخره. مباشره القطيطه بدات كتضحك وقالت لي راه حنا اللي كنا كنعاونوا. قال لها ما فهمتش. قالت لي درنا معاك هادشي كامل لحاجه وحده، لانك فاش دخلتي المره الاولى عرفناك انك انسان متدين، والصوت الرنان ديالك هو اللي خلانا نبغيوك بزاف، يعني الصوت الرنان في القران. وقالت لي كيف ما انت مسلم حتى حنا المسلمين وكنعرفوا طريق الله وكنامنوا بالله سبحانه وتعالى، وهادشي اللي خلاك انك تبقى عزيز علينا وخلانا اننا نعاونوا. قال لها ولكن علاش كنتو كديروا هادشي كامل وكنتو كتعاونونا رغم انكم كنتو كتبذلوا واحد المجهود اللي هو كبير؟ قالت لي سبب واحد وانا غادي نقوله لك، هو انك باش تقدر تسالي دغيا وتجي تقرا هذاك القراءه ديال القران ونبقاو حنايا كنتصنتوا ليك. ودابا حنايا راه حزينين بزاف. بدا كيضحك، قال لها علاش غادي تكونوا حزينين؟ واش من ديك التمارين اللي عطيتكم؟ قالت لي لا، انك ختمتي القران وما قراناش انك تزيد عاوتاني تقرا لنا قراءه اخرى، وحزينين لانك نهار غادي تمشي من هاد الفيرما هادي شكون مازال غادي يقرا لنا القران؟ صراحه بعد مرات كيوقعوا شي اشياء اللي هما غريبه وتقدر تعاودوا من شي واحد يقدر انه ما يتيقكش. سي سليمان جا فقط طالب عمل باش ياخذ القوت للوليدات ديالو ويعيشهم ويضمن لهم العيش او لقمه العيش ديالهم. فشوف الاحداث وشوف الحياه فين غادي تديه، وسيناريو الحياه غادي يتبدل من عمل لهاد القصه اللي عاودت لكم دابا. نتمنى القصه ديال اليوم تكون كانت عجباتكم. صراحه انا اول واحد وليت كنموت وكنحماق على سي سليمان نظرا للطيبوبه ديالو والاحداث المشوقه اللي كتوقع ليه، والدين ديالنا هو شي حاجه اللي زوينه بزاف. نتمنى القصه ديال اليوم تكون كانت عجباتكم، وما نكونش طولت عليكم ونكون خفيف على قلوبكم. كان معكم توفيق سالمي، ونتلاقاو في حلقات اخرين. ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب وخليو كومونتير كتوصفوا فيه الراي ديالكم بخصوص الحلقه ديال اليوم. السلام عليكم.